صغار ونعرف ممنوع انه توري تصور صغار ولا باش تغطيهم الكل، اما كانت وصفت لنا اللي موجود في وسط الحانوت هذايا كما سماوه هما في العنوان نتاع الحلقه نتاعهم، تقول ما فماش تباعد اجتماعي، قراب لبعضهم الصغار، ما فماش حمايه، المدرسه من غير بابات، ونعرفوا ان احنا حاجات هذايا مفروض علينا المده هذه. اتصلت بنا البارح ومن حقها الرد، هي صابرين اللي شفتوها في الحلقه مع هيلا ذويدي. صباح النور صابرين، مرحبا على اي فام. صابرين تسمع فينا؟ الو الو الو، صباح النور عسلامة. صباح النور، ان شاء الله نهارك زين، مرحبا بك على اي فام صابرين. يعيشك وبيك، ميرسي بوكو. يعيشك، انت طلبت حق الرد، دونك خلينا نبداو من الاول بالكل اللي وصفت وكانت هيلا ذويدي هذا اللي عندك عليه اعتراض وحبيت توضحه، ولا فما نقاط اخرى تحب تجاوب عليها؟ انا حبيت جست كي شفت انا وكي سمعت بعدها مكتوبه حانوت الملاوي وكل شيء، هو ماهوش حانوت الملاوي، هو جراج نتاع جاري، كانوا صحيح حانوت فريب وخرجت منه المراه. انا عندي امراه في داري، انا سافرت ومقري وتلمست من الله، عندي حتى شكون اللي جا فيني في الجمهوريه وتكرم، كرم وزير التربيه، وعندي شكون ما شاء الله سنه خامسه دوزوي دي مويان اللي هو المدير بيدو كلمني، خاطر معناتها ما صارتش تافيت خوازون باش تكلمني بجيب دوزوي دي مويان وموجودين تلمست. انا وفين حاجه، انا وليه وانا عندي صغار ونخاف على صغار، مانيش نجيب صغار الناس ونحطهم على بعضهم، اذا ما خفت عليهم هما خاف على كيفاش باش نروح لولدي بالمرض، يعني سي لوجيك ولا لا؟ باهي، نحب نعرف، احنا البارح كنا تسالنا وجهه زاده سالت، قالت المدرسه شنو اختصاصها شنو تكوينها؟ انا ماتير، ما فماش خدمه، بخاطر كيما الناس الكل قاعدين في الدار، ما فماش خدمه، الواحد ما يلقاش باش يعاون روحه، دونك يتلاقى باش يعمل حاجه حلال، ما نمشيوش لحاجات حرام. لا ما مش مدخلنا في الحلال والحرام، صباح النور صابري، شو مدخل؟ احنا جوست نحكيو، جوست سامحني، نحن نحكيو وهلا ذوادي وصفت لنا وصف ياسر يخوف في على فضاء كان، قالت يبيع ملاوي وقالت من بعد يعملوا فيه نقشه نتاع حرقوس. باهي انت قلت لي هو جراج من عند جاري خذيته باش نعاون روحي ونقري. حبيت نقول انا نعرف اللي ساعه ممنوع على المعلمين ولا الساده رجال تعليم انهم يقريوا في اليوتيوب. ثانيا شنو اختصاصك؟ شنو تكوينك؟ اسكو انت تعاون فيهم ولاد حومتك هذوما، والا انت خدمه هذيا انك تقري الوليدات هذوما بالفلوس في الجراج هذيك؟ واسكو انت حطيت في اعتبارك اللي يلزم الكراسي يبداو بعاد، التلامذة يقعدوا عندك جيل باش ينظفوا يديهم، انت تبدا بالبافيت شيء هذاك الكل. بالنسبة للصغار كل واحد معاه الجيل نتاعهم، وبليس كو سا الكراج فيه انزجي وفيه صابون، معناها حتى اللي ما يجيبش ما يجيبش الجيل نتاعه يتعادل الزي. ومهوي سامحني، الكراج مهوي ولا ما فيه شباك ولا جوست؟ فيه زوز شبابك. ايوه فيه زوز شبابك، وفيه الباب، انا فيه باب دار ما سكرتوش وديجا شفتوا الريدو، خاطر عاقل ريدو ما نجيبش نخلي صغار على الكيات يتعادى يراهم يشوفنا. ايوه دونك عندي باش يدخلوا لنا الهواء، عندي في الكراج كل جروب معناتها مقسمين زوز في طاولة، وعندي زوز في طاولة. قداش على زوز في طاولة؟ قداش فيه الجروب جوستومون؟ الجروب احنا ستة مني. ستة، ستة زوز في طاولة. صابرين وانت قلت لنا مساغ ما قلتناش شنو الاختصاص بالضبط. انا عاملة مساغ باك بلستيك، باك بلستيك بلتو، عاملة ماركتينغ. ماركتينغ. وشنو هي المواد اللي تقريها للصغيرات؟ تحضر لهم المواد الكل. نقراو المواد الكل. تقرا المواد الكل. بي واضح صابرين، كان عندك حاجه اخرى تحب تضيفها في اطار حق الرد نخليو لك المجال. اي معناها انا حبيت نتكلم، هو مش حانوت الملاوي، هو كان قبل سنتين كريم جاري، معناتها المراه تخدم فيه في الفريب، وان بليس راح زيش لحانوت نقشه حانوت شفاتي، هو حي شعبي معناتها ما باش تلقى حانوت شفاتي بعيد، ولا انا بحذايا ديار وديجا شفتو فوق ديار جنب ديار ما فماش حتى حانوت، وانا الحانوت معناتها الكراج بليتو اونتر بارونتيز حانوت ما في حتى شيء، جبت انا وتلامذتي مهوي مانيش باش نلعب بصحه الناس، وما فماش حتى ولي يبعث صغيره معناتها للهاويه، وانا زاده عندي صغار مانيش باش نروح روحي للهاويه، نروح لصغاري هكاك. يعطيك الصحه صابرين، قلنا خاطر من الاول بارك الله فيك، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو، شكرا لك صابرين، يعطيك الصحه مره اخرى. وجهه ولا ايش باش نقول لك؟
انا سمعت التنهيدة الكبيرة اللي عملتها انت سامر له. اي على خاطر شو جيت لوم انا كوجهة بالحق معناها جيت لوم تعذر تقول لك انا ما نخدمش نحب نعاون صغيرات نقريهم نقفلهم على البرنامج نتاعهم نحضرهم للعودة المدرسية. ما يسالش هذا كل نجم يكون اذا كان هي عندها مستوى جامعي عالي دونك تنجم تقري للابتدائي تتعاونهم مع البرنامج وكل شيء. لكن انا ديما نقول ظروف لازم تكون ظروف مهيئة للتلميذ باش ياخذ المعلومة ذيك. زادة تحط له كرسي معوج وحال حليلة والدنيا سخونة ودرش بربي شنو اللي باش يستفد منه ولا اخترنا احنا توا الحقيقة هذية أكثر حاجة اللي خليتنا نحكيه على الموضوع هذية واللي نتصور هذية اللي خلى الناس كل ركزت عليه. نحنا في المدارس وقاعدين يخموا الأولياء ماذا بيهم يهزوش وليدهم على خاطر ما همش متأكدين من حمايتهم. ما نحنا سمعنا زوزة ما شفناش نحنا شو بالضبط شو يعني موجود في وسط الحانوت ولا الجراج. كل واحد اختار تسمية على ذوقه دونك ما نعرفوش بالضبط كيفاش موجودين كيفاش قاعدين. كما انت قلت البارح مسيش نذكروا بها قلت الاولويه يمكن ما عنده حتى حل ما نجمش يقري ولده في الدار ما نجمش يهزوا ليتود في المدرسه دونك بالنسبه لي باش يختار اقرب وباش يختار برغم لكن انا شنو نقول انا نقول على الولي انه كيف باش يبعث ولده يتفقد رغم الحاجات هذوما مهمه برشا وين باش يقعد وين باش يقرا كيفاش باش يقرا كيفاش باش يتعامل بوان على لي للولي انه ياخذ مسؤوليته زاده في يده في رقبه ولده وصحه ولده. نحكي غدوة على برامج جدد قاعدة ترجع في القنوات التونسية فما إيه؟ برامج جديدة توجد خاصة على قناة الحوار التونسي نحكي عليهم في الأيامات الجاية. نحكي وزيد على الإذاعات بيان سور زملائنا اللي فما وجوه جديدة فما وجوه قديمة عادت رجعت للإذاعات التونسية الكل كلهم باش نحكيو عليهم بيان سور ونتابع معكم كل ما يهم الميديان. توما كان عندكم موضوع باش نعمل كيما الكوتش هنا شوية إشهار وفزيت كان عندكم موضوع في الميديا تحبوا تحكيو عليه تنجموا تبعثونا على الباج نتاعنا غاديو إف إم ولا لي كومنتار ونستجيبوا وليكم. يعطيك الصحة بيان سور. جات مقطعة دي سيلاب. باهية تهبل تشره طريقة إلقاء متميزة. ميرسي. يعطيك الصحة ميرسي ميرسي بوكو طلت علينا بطلتها البهية والجميلة وعطتنا أخبار محليها. دونك نخليكم توا 10:54 دقيقة نشوفوا الميتيو ونشوفوا الدنيا وبعد نرجعوا.